والآن إلى آخر أخبار الطقس. الأحوال الجوية مع محمد عبد الله، تفضل. شكرا يوسف وشكرا نهى. إلى أحوال الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس بارد في الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى. القاهرة 16-10، الإسكندرية 16-10، مطروح 15-9، بورسعيد 15-9، الإسماعيلية 17-9، والسويس 16-9، العريش 16-9، طابة 16-10، شرم الشيخ 19-13، والغردقة 20-12. وإلى الأقصر 19-7، أسوان 20-9، الوادي الجديد 19-7، شلاتين 22-14، وأخيرا حلايب 21-15. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.